نداء الله في دمنا عشق ورثنا فهو الخالد الغزل. بمشاركة شعراء من مختلف المحافظات انطلقت في كربلاء فعالية مهرجان الشعر الحسيني بنسخته الثامنة الذي يقيمه سنويا اتحاد أدباء كربلاء. المهرجان حمل عنوان الحسين فكرتنا الخالدة. يندرج ما كتب للإمام الحسين ولأصحابه عليهم السلام ولآل بيته الأطهار قد يندرج ضمن الرثاء، لكن الحقيقة هو لا يمكن اختصاره بأن يكون رثاء فحسب، فهو غرض حسيني خاص وخالص. لذلك يوما بعد يوم نلاحظ بأن هذا الغرض متجدد وله رؤى مهمة. اليوم في هذه الدورة اللي هي الثامنة حضر أدباء من بغداد ومن النجف ومن الديوانية ومن بابل، وكان هذا الحضور متميز جدا حقيقة، يختلف عن الدورات السابقة على مستوى المشاركات. كانت جلسة واحدة، الآن في هذه الدورة جلستين شعرية وبحضور متميز من كافة يعني الجهات المثقفة التي تهتم بالثقافة والأدب في العراق وفي كربلاء. المهرجان سلط الضوء على تطور القصيدة الحسينية عاما بعد آخر لتتسع مضامينها، فلم يعد الرثاء موضوع القصيدة فحسب، إذ اتسع الأدب الحسيني كاتساع ملحمة الطف الخالدة ليعبر حدود الزمان والمكان، وتكون القصيدة الحسينية مرآة لجيلها مستلهمة من كربلاء درسا وعبرة. تعاليت يا أعظم الثائرين ويا قمر الحب للزائرين، تضمك أضلاعنا لهفة وتصرخ أرواحنا يا حسين. القصائد الحسينية بدأت تطرح مفاهيم الثورة، مفاهيم التغيير، مفاهيم الإصلاح التي نادى بها الإمام الحسين. هذه النسخة يعني ستكون مميزة بواقع جلستين شعريتين لأكثر من 20 شاعر. إن للقصيدة الحسينية محددات، ولكنها تجنح للتجريب وللفرادة وللمغايرة، المغايرة على حساب بنية قصيدة النثر أو التفعيلة أو على حساب حتى العمود. هذه الحداثة الشعرية هي مرتبطة، لأن الحسين هو رسالة متجددة على مر الأزمان. الحداثة أثرت بشكل كبير على الشاعر، على الأديب، على الكاتب بصورة عامة، لذلك تشاهد قصائد حداثوية جميلة رائعة تختلف عما كان يكتب سابقا، قصيدة تدهشك عندما تستمع إليها، ولكن هذا لا يعني أنها منسلخة عن القصيدة الكلاسيكية، عن الأرث، عن الثوابت، عن القواعد، عن الأسس التي كانت تكتب من خلالها القصيدة الحسينية سابقا. شهادة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء أسبغت على ملحمة الطف ديمومة البقاء لما حملته من معاني إنسانية سامية. أثرت القصيدة الحسينية في كل زمان ومكان. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حسين محمد، كربلاء المقدسة.